سر توسط مصر وأبي الهول علم الحرس البريطاني أثناء تأبين الملكة إليزابيث وتنصيب الملك تشارلز. أثير جدل واسع بسبب وجود تمثال أبي الهول في وسط علم الحرس البريطاني أثناء تأبين الملكة إليزابيث الثانية وتنصيب الملك تشارلز الثالث، حيث ظهر علم الحرس البريطاني مطبوعاً عليه رمز لتمثال أبي الهول وبعض المعارك التي وقعت في مصر مثل معركة التل الكبير أثناء مراسم إعلان تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الثامن من سبتمبر أيلول عن عمر يناهز 96 عاماً. الفرقة التي نشرت صورها وهي تحمل العلم هي فرقة مشاة تعرف بحرس الكولد ستريم، وهم جنود متخصصون في عمليات الأدوار الخفيفة. تلك العمليات تشمل إجراء الاستطلاع وتشغيل المدافع الرشاشة وقذائف الهون والاشتباك مع قوات الأعداء سيرا على الأقدام وفي المركبات الخفيفة. وتعتبر الفرقة واحدة من فرق المشاة العسكرية الأقدم والأشهر في العالم، فهي أقدم فوج مستمر في الخدمة بالجيش البريطاني حتى اليوم، وتعود أصوله إلى الحرب الأهلية الإنجليزية. شكل الفوج لأول مرة عام 1650 باعتباره فوج المشاة الأساسي، ثم أصبحت الفرقة تعرف بحراس الكولد ستريم في عام 1670 عند وفاة قائدها الجنرال جورج مونك. وعلى مر التاريخ، شاركت الكتيبة الأولى لحرس الكولد ستريم في كل الحروب التي دارت بسبب التدخل البريطاني في دول العالم، ومن بينها احتلال مصر مطلع القرن الماضي، واحتلال فلسطين، وغزو أفغانستان والعراق. بشكل عام، تستخدم الكتيبة لونين لأعلامها، يعرف الأول باللون الملكي أو لون الملكة إليزابيث الثانية، ويسمى اللون الثاني باللون الفوجي أو لون الأفواج البريطانية. الألوان الملكية للكتيبة الأولى لها خلفية قرمزية، وتحمل في الوسط نجمة وسام الرباط ورمز التاج الإمبراطوري أعلاه. إضافة إلى ذلك، توجد أسماء أبرز 47 معركة من أصل 117 معركة خاضتها الكتيبة في تاريخها، مرتبة زمنياً في صفوف عمودية على جانبي التاج الملكي الذي يحتل المنتصف، وآخرها كان مشاركتهم في حرب الخليج الثانية عام 91 لتحرير الكويت. يحمل الراية في المراسم والاحتفالات الرسمية الملكية جندي من الكتيبة، يتبعه فوج من الحرس المشاة المسلحين بالسيوف. ولكن يبقى السؤال، لماذا أبو الهول تحديداً دون غيره؟ في مطلع القرن التاسع عشر، كانت الكتيبة البريطانية ضمن الجيش الإنجليزي الذي قاتل في الإسكندرية عام 1801 فيما يعرف تاريخياً بمعركة أبو قير الثانية التي قامت ضد الاحتلال الفرنسي في مصر. ثم في عام 1882 أرسلت الكتيبة مجدداً إلى مصر للتصدي لأحمد عرابي فيما يعرف تاريخياً بمعركة التل الكبير التي وقعت مصر على إثرها تحت الاحتلال الإنجليزي. وشاركت في هذا الاحتلال كتيبة مشاة الكولد ستريم الإنجليزية، وكان بمثابة فوز محوري لمستقبل الاحتلال البريطاني لمصر في ذلك الوقت. لذلك تندرج معركة التل الكبير ضمن أسماء المعارك البارزة التي خاضها الفوج الملكي، وتعد من المعارك المشرفة بالنسبة إليه. ونظراً لأن أبا الهول يعد من أعظم رموز الحضارة المصرية القديمة، ولتخليد ذكرى انتصارات الكتيبة الإنجليزية في مصر، فقد رسم أبو الهول في وسط علم الحرس البريطاني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.